هذه الحياة يا ناس فيها دروب كثيرة، دروب بلا حراس، فيها الشر وفيها الخيرة. هذه الحياة يا ناس فيها دروب كثيرة، دروب بلا حراس، فيها الشر وفيها الخيرة. وانت يا ابن آدم تختار، تختار بين الدرب، ربك عطاك العقل والسمع والعينين. هذه الحياة نحنا معاكم كل يوم، نحكي حكاية مفسرة تشرح حياة أشخاص أحوالهم متغيرة. نحنا معاكم كل يوم، نحكي حكاية مفسرة تشرح حياة أشخاص أحوالهم متغيرة. منهم وصل بالصدق في دروب سهلة ميسرة، ومنهم حياة غش تابع دروب معسرة، تابع دروب معسرة. وانت يا ابن آدم اختار، اختار بين الدربين، ربك عطاك العقل والسمع والعينين. هذه الحياة حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. هذه حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. واحنا يا ابن آدم نختار، نختار بين الدربين، ربك عطانا العقل والسمع والعينين. هذه الحياة لا 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 ما يستاهلها. ناصر عاد ما لقيته غير ناصر. ناصر يتزوج اختي انا؟ هو هين ونحن هين؟ كيف هو يفتكر الدنيا لعبه؟ بعد اذنك يا ابوي انا ما موافق على هذا الزواج. ايش قلت يا ولد؟ يا الوالد ناصر هذا لازم يعرف قيمته. من يكون هذا ناصر حتى يتزوج اختي انا؟ كلامك هذا ما يرضي الله ولا عباده. الحين كلامي انا اللي ما يرضي الله ولا عباده؟ اي نعم، لان الناس كلهم واحد وما في حد احسن من حد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا فرق بين عربي أو أعجمي إلا بالتقوى. وكيف أنت تقول هذا الكلام وأنت الولد المتعلم؟ يا الوالد يا الوالد، يعني أنت موافق على زواج ناصر من أصيلة؟ ناصر لا هو من مستواها ولا من مستوانا. أنا أبغى أسمع رأيك أنت يا أصيلة، تكلمي قولي ولا تخجلي، لأن هذا الموضوع يخصك أنت. اسمعني يا سليمان يا أخوي، أنا أحترم تعليمك وأقدر مستواك، إذا كان عندك أي اعتراض على ناصر قوله تفضل، بس بشرط إن رأيك يكون يقنع الجميع، ما يكون بطر على الناس وتقول لي هم وين ونحن وين. لا يا سليمان يا أخوي، لا لا هم أحسن منا ولا نحن أحسن منهم. سمعت ايش قالت؟ سمعت أصيلة؟ الإنسان المتعلمة اللي ما صار تعليمها بلاش، وأنت تتكلم وكأنك ما دخلت مدرسة أبدا. طبعا طبعا تعتبروني جاهل أبغام ما أفتهم شيء، أصيلة هي اللي تفتهم. يا الوالد الدنيا مستويات، الدنيا هذه كلها مستويات. يا سليمان يا أخوي، أنت ما تتكلم عن الناس
اللي هم ناس عندهم قلب طيب وأخلاق عالية. لا للأسف، أنت تتكلم عن الناس اللي عندهم فلوس، فلوس واجد. لكن يا سليمان يا أخوي، عمرها الفلوس لا تغير ولا تبدل المقام الحقيقي للناس. أفهم من كلامك أنك موافقة على ناصر. أنا ما خالف كلام أبوي، واللي يقوله أبوي أنا موافقة عليه. بارك الله فيك يا بنتي. سمعت إيش قالت؟ سمعت أصيلة إيش قالت؟ الإنسانة اللي تعلمت واشتغلت وعلمت لكنها ما خرجت عن عاداتنا وتقاليدنا. سمعت إيش قالت؟ قالت الرأي رأيي أنا، وأنا ممكن أفرض رأيي عليكم كلكم، وما حد يقدر يعصي أمره علي. لكني ما أبغى أسوي مثل غيري، أفرض رأيي وأزوج بنتي بدون شورها. وليش قلت يا شيخة؟ الرأي رأيك يا عبد الله، وما دام أنت موجود أنا مالي رأي. يا الوالدة، الوالد طلب رأيش وأنا أريد أسمعه. يا بنتي أنا ما تعودت يكون لي رأي، الرأي رأي أبوش. وانت يا راشد، ابغى اسمع رايك بعد. انا احب اختي اصيله، وما دام هي موافقه خلاص. سمعت ايش قال اخوك الصغير يا سليمان؟ سمعت ايش بعد يا الوالد؟ تراكم اعتبرتوني جاهل، حتى راشد الصغير اخذتوا رايه. قولوا اذا كان عندكم شيء بعد قولوا. استغفر الله يا ولدي، من قال هذا الكلام؟ كيف يا الوالده بعد من قال هذا الكلام؟ تراكم انتوا اتفقتوا من الاول وقلتوا خلنا نشاوره، ترى شورته تحصيل حاصل. ما فكرت فيني يا الوالد؟ ما فكرت في موقفي بين زملائي واصدقائي في الشارع؟ من هذا ناصر اللي يكون نسيبي انا؟ اجلس يا ولد، لا تخليني اغضب عليك. انا اسف، انا ما اجلس في هذا البيت ابدا، ولا راح تشوفوا وجهي ابدا لين ما تردوا على ناصر بالرفض. فهمتوا؟ روح وين ما تبغى تروح. سليمان يا ولدي اسمعني، يا ولدي سليمان اسمعني يا ولدي. خلي يروح وين بيروح يعني؟ لو يروح الدنيا كلها بيرجع. ليانا قومي قومي تعالي شوي نرتاح. اللهم يعطيك الصحة والعافية يا زيانة. الله يعافيك. أما أنش اليوم بيضت الوجه، اشتغلت زين في المزرعة. لكن يا أختي عاد أنا ما بغى أنش كذاك التعب نفسك، أنا بس أبغاش تجي عندي المزرعة تشوفيني كيف أشتغل حتى كنت تتعلمي مني. أنا وبعدني بنت أبوي بواجز أشوف عليك كيف تشتغل. يا أخوي أنا عندي عطلة من المعهد يومين في الأسبوع ولازم أعاونك فيهم. نعم ما خليك ذاك وحدك. عقب فاطمة روب عندها إجازة وجالسة في البيت. أنا يا أختي أبغاش تقسي الذاكري تشوفي دروسك حتى تكون متفوقة. يا أخوي فاطمة تتعب أكثر مني في المصنع، وأختك والحمد لله من المتفوقات في المعهد، ولا يهمك أنت بس. والنعم فيش يا أختي، والنعم فيش، أشهد أنش من المتفوقات وكفو عليش. عقب خليني أشتغل في المزرعة هذا اليومين، ما باغي أجلس في البيت من غير شغل، لازم أستغل وقتي. اسمع انت، اسمع يا رعد جولات المساحي واشتغل في الاطراف. هذا باين عليه قاي والشر في عيونه. خير ان شاء الله. الله يخليك يا اخوي، كلمه بهدوء، باين عليه جيته ما جيت خير. اسمع يا ناصر، ابعد عن طريق اختي اصيله احسن لك، فهمت؟ ها الحين عرفت سبب الغضب اللي جاي علشانه عن صديقك يا سليمان. لا تتكلم عن الصداقه، أنا كنت سايرك لأنك كنت تعرف أبوي، أما توصل المواصيل إنك تخطب أختي؟ لا، اسمعني زين يا ناصر، أنا أحذرك، ابعد عن طريق أصيلة، فهمت؟ الله يهديك يا سليمان،
ما المفروض تتكلم معانا بهذه الطريقة؟ يا سليمان يا أخوي، قل لي إذا استوبنا أي غلط لا سمح الله، ويعلم الله أن قاصد خير. أنت غلط لما خطبت أصيلة. يا أخي يا أخي، أنت هين وهي هين، أنت ما منتبه على نفسك؟ سليمان اسمع أنت يا ناصر، انسى هذا الموضوع تماما، ولو عرفت أنك راجعت الوالد حتى تعرف الرد منه ما يصير لك خير يا ناصر، فهمت؟ والجواب واضح عندي مثل ما سمعت. لا حول الله ولا قوة. توانا يا أختي غلطت في اختيار لأصيلة؟ لا والله يا أخوي، أنت ما غلطت في اختيارك لأصيلة، ولو أن أخوها سليمان. يلا نذا الباب عصف. والله السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا بقاتي العزيزه، تفضلي. حد عندش؟ ما حد عندي، قاسه وحدي بتهقلي علي بعد. اشتعلي خليفه ما هنا عندك. ما جايه تفضل، جايه اقول لك كم من كلمه قدام الباب وسايره. اسمع انت مخلي عمرها غريبه متشحطه، ايش رايك في الحلال؟ بيصير عندي شغل، ما جايه اقول لك تفضل. ايش السوالف؟ من القهوه تحرص تعب القهوه وبعدين تكلمي. ايش بغي حصلنا؟ ايش عندك هنا يا صالحه؟ أظني ما زين منش تتكلمي سوالف الزواج وغيره قدام بنتي فاطمة. كيف يعني؟ ايش ما عارفش كيف، وانت تعرف الأصول زين؟ أنا وبعدني نعم نعرف الأصول والحمد لله. طب وانت على ان شاء الله يجي زعلانة إذا على سالفة الزواج وتكلمت فيها عن مع بنتي فاطمة؟ يعني انت تعرف ان الحريم هن ابوي بديهم سوالف الخطوبة والزواج. ذا الكلام كله ما عارفه، واللي جاي يقول لي شيء قلت له شيء كله أربعه، وانت ما صغيره وتعرفي كل شيء. يا الله يا اختي يا رحمه، يجي منك عاد تردينا وتكسري بخاطرنا. ربيت ولدي من نظر عيني، ما يستحق يعني ولدي ياخذ البنت اللي يريدها، ما يستحق. قولي لي يا النخلة، قولي لي يا النخلة. ما يصحابش يا رحمة بعد الكلام اللي قلتيه جاي بيتي مرة ثانية. أنا سيف يا خالتي فتحي. سيف سامحني يا ولدي. مسموحه يا خالتي، كيف حالك؟ اهلا وسهلا، عساك بخير. الحمد لله، الله يعافيك. الله يهنيك ويسلمك. تفضل يا ولدي. بس خليفه ما هنا اليوم. بصراحه يا خالتي انا جاي اكلمك، انت كلمتي ما باغي خليفه. اي والله يا ولدي، البيت بيتك. تفضل. الله يخليك. حيابك. اهلا وسهلا ولدي سيف، تفضل. كيف حال حيانه؟ الحمد لله، الله يعافيك. كيف حالك انت؟ الحمد لله، عساك بخير. كيف حالك؟ الله يعافيك. الحمد لله كلهم بخير وعافيه. سلموا عليك. يا الله يسلم الشر ان شاء الله. خير علي يا ولدي، ايش هناك بعيد الشر؟ ايش مستوي؟ بصراحه يا خالتي انا جاي اكلمش عن خليفه. خير يا ولدي، ايش صاير له؟ لا هو ما صار في شيء، هو بخير وعافيه، وعمر الشقي بقي مثل ما يقولوا، لكنه عاد عاطلته. تتذكري يا خالتي لما سلمناه شغل العرصه وقلنا انه يعتمد على نفسه ويصير رجال، تعرفي ايش سوى؟ خير، ايش سوى بعد؟ للاسف يا خالتي قلب العرصه كلها غش في غش، قام يضحك على الناس ويشتغل في الحرام، وظن يا خالتي لا أنت ترضي بهذا ولا غيرش. لا إله إلا الله، وفضيحتنا قدام الناس، خليفة يسوي كذاك ويأكل مال حرام؟ هذا اللي استوى يا خالتي، أنا ما كنت مصدق بصراحة، لكني شفته بعيني. وتبغي الصراحة عشان ما تزعلي مني، أنا نعكته من العرصة. إلين كذا استوى تعال؟ أنا ما كنت مصدق إني أسوي هاللعبة الخايسة هذه. آخ منك يا خليفة ومن سواء الفكر الرديء. والله إنك يا سيف لو ما أخذنا وكرخ إنه عندش داغي لين داير راسه ينفوادي بيبرده، مهلكني هذا الولد من طبايع الوسخة. آخ منك أخ، ولا أنا وأبو عايشين طول عمرنا، عمرنا ما خدعنا حد يقوم هو يأكل أموال الناس. هذا اللي استوى يا خالتي صالحة، إذا هو ما خبرش أنا جيت أخبرش عشان تعرفي سوالفه. يا خالتي صالحة
الزين زين حال عمره وحال الناس، والشين شين حال عمره بس. يا أمي يا أمي، الله يخليش لا تزعلين نفسك كذاك. أنا والله لو كنت عارفة إنك زعلي كل هذا الزعل كان ما خليتش تروحين عند خالتي صالحة. أنا نسيت عمري يوم جالسة أكلمها. سمعيني، إذا كانت صالحة ما تبطلي لها الباب. من عند الباب؟ فتح الباب يا فاطمة، لا توقفين من الباب. زين زين. ها خير؟ هنا أخوش ناصر. جان اليوم سليمان على المزرعة وجالس يهدد ناصر. يهدد ناصر؟ خير إن شاء الله وعلى أمور. يهدده ويقول له ابتعد عن طريق أختي أصيلة. ها؟ هذا اللي استوى يا أمي. زين وين ناصر؟ عسى ما تضاربوا بس. لا يمكن لو ما كنت موجودة أظنيهم بيتضاربوا. إنزين مو السبب إني خلي سليمان يسوي كذاك مع ناصر؟ ماشي سبب غير إن سليمان ما باغي ناصر لأصيلة ويقولنا هو وين ونحن وين، وجالس هي الناصر بكلامه المر. هي الناصر؟ آه؟ ليش هم أحسن منا؟ يا أمي يا أمي الله يهداش، بس هين سايرته وخبريني. خبريني هين أخوش ناصر؟ يا أمي هين سايرة؟ لا تخرقته، سليمان سار وما صار بينهم إلا الكلام، وناصر ما عرف وين راح، قال لي رجع البيت وما قدرت أسأله لأنه كان واجد معصب. ناصر. ها سلام عليكم. عليكم السلام. وين انت؟ جيت المكتب حصلته مقفول. ود الحلال لا تخاف، كلها يومين وبعين سكرتير، وان شاء الله ما ينقفل المكتب، بيبقى مفتوح 24 اور. بعدين انت اللي هين، ما انا اللي هين. انا موجود يا سيف موجود، وقاي انك اليوم وعندي مشكله ما كنت متوقع انها بتصير لي في يوم من الايام. لا حول ولا قوه الا بالله. مشاءك لك انت ما تخلص. تفضل تفضل تفضل. قرب قرب. أنا قصرت في تربية خليفة، قصرت. قالش في يوم الأيام سمعتيني أكالمه ولا أشيقع على الحرام؟ قالش حقم. ليش القسوة على قلبي؟ ليش؟ ليش القسوة على قلبي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ناصر الله يهديك، بس كيف تبغاني أسير معاك عند العم عبد الله؟ تبغاه يقول عنا أننا جايين نبغى حقك منه بسبب سالفة سواها ولده؟ هو الرجال كما أبونا وأكبر منه. أنا بصراحة متأكد أن العم عبد الله ما عنده خبر بالسالفة. وأنا أقول كذاك بعد. بصراحة اللي سواه سليمان شيء ما زين. على العموم بكرة العم عبد الله بيجي العرصة، وبنكلمه بالموضوع وبنكلمه بالهداوة بعد عشان ما يحس انك جاي تشتكي. ان شاء الله يا سيف ان شاء الله. واللي سواه سليمان خلاني اتمسك بزواجي من اصيلة مهما كان. بارك الله فيك يا ناصر، بارك الله فيك. وتوعدت اقول لك انا هين كنت. ما دام انه رجع ولا وحده منكم تتكلم، انا بتفاهم معاه بهدوء.
روح افتحي له الباب. ان شاء الله. سليمان. السلام عليكم. والله يا خليفة، والله ثم والله سمحتني، ولو طلع هذا الكلام صحيح فلا أنا أمك ولا أنت ولدي ومتبرية عندك ليوم القيامة. ما حرام عليك، ما حرام عليك تسير وتغيب وتجيري بمال حرام وتقول إنك اشتغلت وهذا من جدك وتعبك؟ ما حرام عليك يا أمي، يا أمي فهميني، أنا لو جالس أشتغل بمال الحرام كان من زمان صار مليونير. نعم مثل مليونير، لكن الله يسامحك، بس لكن أنا مستغرب كيف تصدقين مثل هذا الكلام عني؟ كيف خليفة، لو اللي جاي يقول لي واحد غير سيف كان ممكن ما أصدقه، لكن حشاء سيف رجال وعاقل وما يكذب. عاقل وما يكذب؟ ومن قال لك إنه ما يكذب؟ يعني من قال لك إنه ما يكذب سيف؟ لكن أنت جالسة في البيت وما تعرف إيش اللي يسوي في العرصة. يا أمي سيف هذا يغار مني. نعم يغار، رجل غيور. شوفي مثلا كم صار له يشتغل في العرصة، ما قدر أسوي النص اللي أنا سويته في أسبوع واحد، فقال ماشي غير أني أضيع عليه. كيف يعني؟ اي نعم يا أمي هذه الحقيقة. شوفي ولدك كم يطلع في العرصة بفلوس، كم يربع، والناس في العرصة كلهم يشهدوا لي ويمدحوني ويقولوا خليفة بن سالم ما في أحسن منه. عقب ليش سيف جاي يشتكي عليك؟ عشان يمكد علي في بيتي، لأن عارفك، عارف إن مثل هذا الكلام راح يزعلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله يا ولدي يا ناصر، أنا ما عندي خبر عن هذا الموضوع أبداً. هذا اللي استوى يا عم عبد الله. يا ابو سليمان، ناصر يعتبرك مثل ابوه واكثر. اي نعم. وتبى الصراحه، انا طلبت منه انه ما يحرك ساكن لين يخبرك. يا جماعه انا ما عندي خبر عن هذا الموضوع، والتصرف اللي سواه سليمان ما يسويه انسان عاقل او متعلم. يا ولدي يا ناصر، نحن لنا عاداتنا وتقاليدنا وما ممكن ان نتخلى عنها، وما نسمح لاي جاهل انه يهدم هالشيء. والله يا عمي عبد الله، مثل ما تعرف ومثل ما يعرف سيف، انا جيت وتكلمت في خطبه اصيله بادب واحترام، واذا كان ما في نصيب العاده ان الناس يرسلوا خبر يرضي الخاطب ويرضي اهله ما يضرهم. اتاكد يا ولدي انه هذا تصرف سليمان وحده، لكن انا ما امرته انه يرد عليك باي شيء، وعلى اي حال انا بتصرف مع سليمان بطريقتي. واللي ابغاه منك يا ولدي انك ما تشيل حقد على سليمان، واعتبره مثل اخوك. حاضر يا عم عبد الله، سليمان مثل اخوي واكثر، وليت مربه انا تحت امرك. بارك الله فيك يا ولدي. تعجبني. بارك الله فيك، وسليمان انا بوقفه عند حده. صار لي كم يوم منطوي على نفسك، في شيء؟ ابدا ما في شيء. الويه منظرت القلب يا اصيله، لا يمكن تكون بدون هموم. ومن خالي من الهم يا بنت الحلال. زين، ايش رايك تزوريني اليوم وتكلميني عن همومك؟ صراحه يا منيره ما اقدر، اهلي ما عندهم خبر، ولا انا ودي اجلس معاش. زين، ما دام الدوام انتهى، ايش رايك نتكلم واحنا طالعين؟
ولليوم خبي عني وما تقولي لي اني ياك خطيب وانا صديقتك. والله ايش اقولش، المساله معقده شويه. يا ساتر كيف؟ سليمان رفض وصار شوي زعل في البيت. سليمان والوالد ايش موقفه؟ الوالد الله يخليه ولا كانه من هذا العصر، تصوري حتى متقدم عنا نحن جيل اليوم. اذا ايش المشكله؟ المشكله والله ما عارفه اقولش ايش هي المشكله. اركب اركب نصيب. والخطيب ايش يشتغل وكيف هي احواله؟ بصراحه انا اقول انه مناسب لكن سليمان. ها سليمان، سليمان ما موافق انه يزوجني على واحد ما عنده شهاده مثلي او اكثر. اذا الشاب زين ما في اشكال، المهم العقل يا اصيله والقدره على التفاهم. الولد طيب ومحترم واخلاقه عاليه وقادر على تحمل المسؤولية. هذا متحمل مسؤولية أمه وخواته من يوم ما كان صغير بعد ما توفى أبوه. نعم نعم، طلع من المدرسة وهو صغير واشتغل في مزرعة خلفها حالة أبوه، ولو واحد ثاني كان ضيع المزرعة وتم يمدوا يديهم للناس. من كلامك عن ناصر أقدر أقول أنك موافقة علي يا أصيلة. ناصر ولد طيب يا منيرة، اعتمد على نفسه واشتغل في مزرعة أبوه وعمرها. صوري هذا اللي ما وافق عليه سليمان ورفضه وقال عليه إنه ما مناسب لي كزوج. وليش الرفض؟ مثل ناصر ما يفرط في بيته وعياله. سليمان يعتقد إن رفضه هذا في مصلحتي وإنه حريص علي. هذه هي حجة بعض الأهل التاريخية في ظلم البنات، لما يزوجوا بنت جاهلة عمرها 14 سنة الشايب بعمر جدها يقولوا عنه غني وهذا لمصلحتها، ولما يرفضوا الشاب مناسب يقولوا حرصا عليها. الحمد لله رأي أبوي سليم جدا، شل من عقله أي عصبية أو تهور، عشان كذاك أنا مطمنة. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا أخوي سليمان. أعرفه، جاي ياخذك. يلا بستأذن عنك، مع السلامة. أقول كيفكم ويا التعليم؟ إن شاء الله ما يكون متعب. عقب هي سيارتك اليوم؟ والله يا أختي العزيزة سيارتي شليتها وديتها المغسلة واخذت سيارة صديقي خوفا منك تقعد تصرخ علي وتقولي لي ما جيتني في الموعد وهذه السوالف مالك. عارفها ما منك أبوي ما منك. وبعدين تعال، أنا ما قايت لك لا تجيني المدرسة، يا أني أجي وحدي ولا أجي مع صديقاتي. اسمع أنت، هذه تو أنا الحين تارك شغلي وأعمالي ومشاكلي ودنيتي كلها وجاينش لين هني عشان أشلج واخدش معايا وصلج البيت تقولي لي ما جيتني ولاش جيني؟ واسمع أنت هذا بعد، وأنت من هين عندك أشغال؟ ها من هين؟ قول إنك قاعد تشوف منيرة. أشوفها ما عطتني وجه. كيف أنت ما تتكلمي بالخير عني قدامها ولا كيف؟ وإيش تبغاني أتكلم عنك قدام البنات؟ ها البنات يعتزن بأخوانهن آبائهن ما مثلي أنا. كيف أنت ما عندك أخو تفتخري فيه؟ إيش تبغاني أقول، عندي أخ مهندس عنده شهادة طويلة عريضة وجالس في البيت يصف كلام. إذا كان على الشغل فأنت مسويت لي صدمة في عقلي. الحين أنت الدارسة المتعلمة المثقفة ما قادرة تقدر شهادتي الجامعية؟ يا أصيلة يا أصيلة يا أختي، كم مرة قلت لكم هذا الكلام؟ أنا أريد شغل يناسبني، شغل يناسب شهادتي الجامعية. الحين أنت بنت التاجر عبد الله، تقبلي تشتغلي عاملة في مصنع؟ وليش لا؟ لو ما كان لي علاقة بالتعليم كان اشتغلت بالمصنع، هناك في بنات يشتغلوا بالمصانع معززات ومكرمات. لا تقعدي تسمعيني هذا الكلام، أنا كذاك إذا ما في وظيفة تليق بي ما أقبل بأي وظيفة.
انت حر، بس لازم تعرف انك انت المسؤول عن ضياع مستقبلك. وانا بصراحة عاتب عليك، انت تشوفي ابوي كيف يعاملني بشدة، وانت تشوفي كل هذا وساكتة ما تقولي شيء. ابوي؟ ما اظن. انت ما تشوفي يوم اطلب منه فلوس يسألني سين وجيم وكم وليش وين واللي كانوا وياك وين راحوا؟ تعال 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 تعال، ابوي يعطيك بالمية والميتين ريال، يعني انت تاخذ منه اكثر من راتب موظف، وهذا بعد من غير اللي تعطيك يا امي. وانت كيف عرفت ان امي تعطيني فلوس؟ سليمان يا اخوي، انت لازم تغير كل افكارك، انت لازم تشتغل. زين يا اصيلة عاد، انت ساعديني حتى احصل الشغل المناسب. انا اساعدك؟ اما انك انسان غريب. انا قصدي يعني اني لازم اروح مسقط، ترى صراحة حرام يعني ما يصير اجلس هني، كيف ادور على شغل يعني؟ انزين سليمان، انا ما منعتك انك تسير او تجلس في مسقط. ترى الفلوس اللي عندي ما تكفيني. انزين قول حال ابوي. تراني رحت له وطلبت منه لكن ما عطاني اللي يكفيني. اها انزين، اقول مهندس سليمان ايش المطلوب مني؟ سلفيني 100 ريال بس بشرط ما تخبري الوالد، ها، ووعدك اني بعطيك اياهم من اول راتب استلمه. حاضر ان شاء الله يا سليمان بعطيك. الله يخليك يا اصيلة، الله يخليك. تفضل. احسنت، يعطيك العافية، تسلم. شكرا شكرا يا اصيلة. عبد الله يا عبد الله، الولد غلطان، لكن ارجوك ارجوك ما تهينا وتكسرنا بخاطر. سمعيني يا شيخة، انا لازم اعرف الاصول والادب، لازم. يا عبد الله تو انت غضبان وزعلان، روح داخل وانا ان شاء الله بكلمه وبشوف شغلي معه. تعال هني يا اسود الوجه، كذي تتصرف تصرفات ناس جهلة ما يعرفوا الأصول ولا الأدب؟ بأمر من أنت تروح تهدد ناصر؟ قول لي. أنا يا أبوي. أيوة أنت تكلم. يا عبد الله يا عبد الله، هذا ولدك، سمع مو يقول. يا الوالد الله يخليك ويبقيك حالنا، هدي من نفسك. أنت ما تعرفي وش مسوي يا أخوش، هذا من أمرك تروح تهدد الرجال؟ من كذي يتصرفوا الناس المحترمين يا متعلم؟ يا ابوي انا. يا عبد الله هو كان غضبان ذيك الساعه، يا ناس تعوذوا من الشيطان، تعالوا جلسوا خلونا نتفاهم. اتفاهم؟ اتفاهم على ايش؟ وهذا خلى في عقل عشان اتفاهم؟ انت تعرف انك سويت وجهي قدام الناس يا قليل الحياء؟ الحين كل هذا يا الوالد علشان خاطر عيون ناصر؟ يا الوالد خلينا نتفاهم، انت طول عمرك تقولنا خذ المساله بحكمه وعقل وهدوء. يا بنتي انت تعلمتي هذا الشيء، لكن هذا لا، زول من قدامي، زول من قدامي، لا بارك الله فيك، زول. يا هلا بأم الغالية، والله إنه المكان بنور وجودك يا أمي. وبوجودك يا خالي. الحمد لله رب العالمين، هذا المصنع يا أمي من فضل الله علينا وبجهدك. الحمد لله يا ولدي، الحمد لله. كافح وجاهد واستعن يبغي يوصل صوب الفلاح، ساهر وناضل واجتهد بعد الصبر نال النجاح، مرة خ
خسر لكن صبر شايل على اكتاف الامل ليل ونهار مستمر يعمل بلا عجز وملال لا يأس وقف رحلته وبالفرحة يوصل للوعود ولا مرة فوت فرصته والفرصة مرة وما تعود مرة وما تعود هاما وش راش المكتب حلو؟ هي أبوي صراحة المكتب واجد غاوي الله يخليش تفضلي يا ام مستريحي ان شاء الله ان شاء الله يا ولدي ما هني هني على هالكرسي ها هنا هي هني تفضلي يا امي ان شاء الله ابوي المكتب مكتبش يا امي الله يخليك مبروك الف مبروك يا خالد الله يبارك فيش يا امي اقول خالد ها ما تفضلي تو انت حال مو جالس هنا قوم قوم جلس مكانك جلسي يا امي جلسي استريحي ان شاء الله يا امي انا جلست هني احتراما وتقديرا ليش لا يا خالد لا أنا يا ولدي أبغى أشوفك وإنت جالس في مكتبك نعم يا خالد أشوفك وشوفتك هذه تدل على أن كل شيء حواليك ملك لك هو الملك لله وحده سبحانه وتعالى لكن الحياة أسباب يا خالد نعم يا ولدي الحياة أسباب أنا تعب وشقيت عشان كنت أحلم أني أشوفك في هذا المكان في يوم من الأيام والحمد لله اتحقق هذا الحلم ما أعرف كيف أقدم للشكر وتقدير يا أم لو كنت أقدر أقدم كل اللي رغبتش فيه لقدمته وما وفيت بجزء بسيط من اللي قدمتي لي يا عز أم في الدنيا بارك الله فيك يا ولدي شو برمام خليفة فلوس يجيب فلوس صحيح أنا يعرف ناس كثير مال شغل مال مقاولات صحيح صحيح إحنا أهل المقاولات نعم اسمع كشور أنا ما أريدك تغفل لحظة واحدة عن المكتب والشغل والشركة صح صح وأنا طبعا الله يسلمك المدير العام للشركة وصديقي بدر هو المستشار الأول شكراً للشركة شكراً أستاذ شكراً عفواً عفواً أخي ومستشاري وأنت طبعاً أنا ما نسيتك كاشور ما نسيتك أنت المسؤول العام للشركة شكراً شكراً مبروك يا كاشور مبروك الله يبارك فيك شكراً يستاهل كاشور يستاهل طيب وطبعاً كاشور كل الإجراءات موجودة عندي هنا أنا في الشنطة خلصتها ورتبتها وكل شيء جاهز وصدقني يا كاشور ما حد يقدر يمسك بخوصه شكرا ارباب انت فاقد زين ارباب الله يخليك الله يخليك طبعا جواز سفرك ايضا جواز سفرك موجود عندي هني موجود عندي وانا بخليه معاي في درج المكتب عشان بعد كاشور انت تخوف ما تنضمن يعني اخاف لا تلعب بديلك مني او منك وكذا يعني لا 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 هذا كلام صحيح ارباب نعم. انت نفر مزبوط انا نفر مزبوط ما بي خوف خلي داخل بطن بطيخ مال سيف مال سيف ده كاشور والله يا كاشور والله تم والله اذا قمت تلعب بالشغل مني ولا مني بقطع رقبتك لا لا, فهمت؟ لا 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 يا بدر لا انا ما في لا انا في شغل ما في مني مني لازم في شغل مشان احصل فلوس كثير زين لا هو كاشور مال شغل مال شغل زين وخلي يا مستشاري خلي يوقع على العقد وطبعا فهمه على الشروط الموجوده قبل لا يوقع الموجوده في العقد هنا ان شاء الله انزين فهمه لانه يقول ان خليفه مال شغل ما مال لعب يعني طبعا وجاد وحار فلفل في شغله يعني وبعدين يكون في علمك يا كاشور في شغل مال انا ما في ماما في رحميني اي سمعت ما في ماما رحميني ماشي منه كاشور هذا عقد الاتفاق اللي بينك وبين الأرباب خليفة أنا نفر مزبوط أنا نفر نمبر ون أنا يخلي أرباب خليفة فوق فوق زين يا كشور أنا كذاك أبغاك زين زين نعم نعم عقد الاتفاق يقول
أن إلك 10% بس من الأرباح. صحيح، هو المفروض يكون 8%، ولكن مستشاري قال أنك طيب ومسكين وتستاهل، فرفعناك إلى 10%. استاهل والله العظيم. أرباب خليف، أنت فاقد طيب، علشان كذي أنا لازم يشتغل فاقد منشان أنت يحصل فلوس. الله يخلين. زين يا كشور، خلي وقع خلي وقع، ممكن توقع هنا. اي نعم. عنك يا استاذ، عنك يا مستشاري انت. 10 مرة 20 مرة انا في وقع، حتى في بصمه اذا يريد من شان يرضى ارباب خليفه. الله يخليك. تفضل تفضل. وقع وقع. ايوه صح. ايوه. ها يا سيف، سمعت انك يا اخوي موصى علي خير؟ اسمعني يا خلفان. سمعتك. أنا بعد ما طردت خليفة من العرصة حسيت عمري بصراحة تعبان، ما قادر أقسم عمري بين المكتب وبين عرصة. حقيقة يا أخوي يا سيف، الله يكون في عونك إن شاء الله ويساعدك. حتى أنا يا خلفان وصيت عليك وبغيتك تجيني عشان أقول لك تستلم عني دلالة في العرصة. ها؟ دلالة؟ ما أظن يا أخوي يا سيف يستوي يعني خراد وصاحب خردة. يا خلفان انت صار لك سنين في العرصة، يعني ما غريب عليها. هي يعني يا سيف بس يا خلفان لا تنسى انك انت اللي اكتشفت التلاعب اللي صار في العرصة، وهذا دليل على انك عارف كيف الشغل يمشي في العرصة. وانت تعرفني يا سيف ان هذه مهنة الخردة ما تهون علي، تسمع؟ لان ابوي مساكين الله يرحمه كان خراد قبلي، هذه خردة ما شوية، هذه مهنتي واعتزازي وشرفي. انا اقترح عليك انك تعين حد مكانك. ما أظني يستوي يا سيف، ما أظني يستوي، من هنا القالي واحد يقدر يشيل عني هذا الحمل، هذه خردة ما لعب. بيصير وبيصير وبتلقى حد بعد. كيف قول يعني؟ اسمعني زين، أنت الحين لو تستلم مني شغلة الدلالة فاهمني، وتعين حد مكانك خراد، في هذه الحالة أنت بتكون ربحان، يعني بتكون عندك شغلتي. هي يا سيف يعني هذه مهنة الدلالة ما يبغى شيء، ممكن أتعلمها بسرعة ولا أتعلمتها، لكن هذه مهنة الخرادة، هذه خردة 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 ما لعب صغيري. يا خلفان الله يهديك، بس أنا ما قلت إنها لعب صغيري. وبعدين اسمعني يا خلفان. أسمعك. إيش رايك أنا وياك ندور على واحد يشتغل هذه الشغلة، إيش رايك؟ ها؟ والله إذا كان كاك يا سيف أنا ما عندي مانع. الله يعطيكم العافية يا شباب. بصراحة أنا وصيت عليكم اليوم علشان أشوفكم بعد الدوام، علشان نتكلم في الشغل بشكل عام. يا أخوان، مصنعنا هذا اللي إحنا نشتغل فيه جزء من الصناعة الوطنية في البلد، وما منطقي أبداً إن نظل معتمدين على العمالة الأجنبية الوافدة، لأن هذا الشيء غير مضمون. طبعاً هذا شيء غير منطقي. وعلشان إنه غير منطقي يا أخوان، أنا أريدكم تهتموا. تهتموا في أنكم تتحولوا من مجرد عمال إلى عمال مهرة، يعني تكتسبوا الخبرة علشان نقدر نستغني عن العمالة الأجنبية الوافدة. والله والنعم فيك يا أخ خالد، والله والنعم فيك، وفي كل بلدان الدنيا يقولوا إنه ولد البلاد أبدأ. وأنا مستعد أعمل اتصالات مع الجهات المعنية لترتيب دورات تأهيل في مجال الصناعة لكل العاملين والعاملات المواطنين في المصنع. وطبعا مثل ما أنتم عارفين ما ممكن احنا نوقف الشغل في المصنع، بس الدورات هذه بتكون في الفترة المسائية، وانا متأكد كل التأكيد انكم متحمسين لهذه الدورات علشان نقدر نستغنى عن العمالة الأجنبية الوافدة. اكيد، لان في النهاية هذا مطلب وطني. وما دام هذا مطلب وطني، انا اريد انبه وامام الجميع لان بعض الاخوان مستهترين بقوانين الشغل وساعات دوام الرسمي رغم اهميتها. أنا بصراحة ما أريد أذكر أسماء محددة، لكن للأسف بعض الأخوة منكم ما يحضروا في الوقت المناسب للعمل، ومسألة الغياب هذه تكررت كثير وكأن المسألة فوضى. فعلا يا أخ خالد، لأن أحيانا تكون مكينة متعطلة لأنها تحتاج لاثنين يشغلوها، فإذا واحد منهم غاب تعطل العمل. للأسف إنه هذا اللي جالس يحصل، وهذا الشيء بكل صراحة أنا ما عاجبني من بعض الأخوة. هذا فعلا ما يصير، وأنا قبل لا أقول لغيري عن النظام
أقول لنفسي إن النظام مهم. وإذا تكرر الغياب أو التأخير من أي شخص كان، أنا بتخذ ضده الإجراءات اللازمة. وإذا إحنا متحمسين لمسألة التعمين والاستغناء عن العمالة الوافدة، إذا المطلوب منا الجد والاجتهاد في الشغل. يا أخواني، هذا المصنع اللي إحنا نشتغل فيه لا تفتكرون مصنعنا، لا بالعكس، هذا مصنع الجميع، مصنع كل واحد يشتغل فيه. وإذا كل واحد منا قدر يتحمل مسؤوليته ونظم شغله، فهذا مصنعنا بيصير من أحسن المصانع، وبنقدر في هذه اللحظة نستغنى عن العمالة الأجنبية الوافدة. وإذا كل واحد منا تحمل مسؤوليته ونظم أوقاته في شغله، صدقوني يا أخواني، مصنعنا هذا اللي إحنا نشتغل فيه بيكون من أحسن المصانع، وفي هذه الحالة بنقدر نستغنى عن العمالة الأجنبية الوافدة. وين انت ارباب كليب؟ شغل فيه باقي، لكن انت ما في موجود. ارباب كليب انا يروح للنفرات، كل نفرات يقول انت ما في شغل، لان انت ما في عندك توكيل، ما في عندك صلاحيات مال مقاولات. ارباب خلصت؟ ايوه. فهمت انت؟ ابدا ما فهمت شيء، ولا انا فهمت بصراحه. هذا هذر عندك كشور، انت واجد ترغي على فكره، رخاي واجد، انت واجد في قر 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 قر. وبعدين انت متصل فيني بسمايل، تعال وضروري وبسرعه. ايش عندك هناك؟ ايش عندك كشور؟ تكلم، ايش عندك؟ شوف ارباب، انا يروي يجيب شغل من مكانات واجد ومن ناس كثيرين، لكن هذا يقول ما ممكن، ما ممكن انت يشتغل، لان انت ما في عندك توكيل، يعني ما ممكن يشتغل جين. بعدين انا اشوف يجيب انت من سمايل، يجيب انت مني، بعدين يشيل حق ناس مال شغل، بعدين انت في توقيع، بعدين انا في شغل، هذا وقت في خساره، وشغل يروح حق ناس غير. خليفه كشور، هذا كلامه معقول؟ وبصراحه احنا غلطنا، يعني عندما ما اعطينا اي تفويض، يعني لو في تفويض كان يعني الحمد لله في فلوس واجد الاف ريالات، لكن ما في تفويض 100 بيسه ما يحصل. ايوه بدران، بس مساله التفويض هذه بصراحه تخوف. هذه اذا انت ما في يدي تفويض، يجلس هنا كل يوم كل ساعه عشان شغل يصير مزبوط. كيف بدران، ايش رايك نسوي له تفويض ولا ما نسوي له؟ وبعدين تعال، بيني وبينك انا سمعت عن ناس عملوا تفويض لمثل كاشور وربعه وضحكوا عليهم وخسروا فلوسهم كلها، راح. لا 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 لا, لا يا خليفه، لا لا لا، كاشور هذا ما كما هم، هذا انسان غير، هذا انسان طيب. شوف شوف شكله، بريء 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 بريء، هذا ما شغله سوالف اصلا، لا كانوا غافلين عنهم، غافلين عن ما سال عنهم. بعدين هذا جواز سفره عندك في الدرج؟ ها، والدرج مقفل بالمفتاح والمفتاحين، بس اقف اي طش يعني. ارباب اذا ما في انت ياتي توكيل، ما مشكله، شيل انت شغل خلاص، انا ما يريد، بس انا بيشتغل عندك انت مثل عامل بسيط. ايش رايك؟ بصراحه انا اشوف هذا المسكين والله الرجال كلامه صحيح. نعم صحيح، بصراحه عنده حق، طفل بريء هو، يستاهل بصراحه. لا يستاهل. يعني رايك خلاص نعطيه؟ أعطيه، نسوي له توكيل وتوكل على الله. ترى أنت المسؤول، عني ما يخسر، على رقبتك بس. نعم خلاص. اسمع يا كشور، اسمع، وسع مستشاري، وسع. تفضل تفضل. اسمع يا كشور، خلاص أنا مستشار اتفقنا نعمل لك توكيل، لكن اسمع. اسمع
يا ويلك لو لعبت منك ومني. ترى والله والله اني بذبحك. ما دي خوف ارباب، اذا في تفويض انا في جيب فلوس واجد من شان انت. يعني بتقلنا فلوس كشور؟ هيفا وتشتغل تمام؟ على فكرة كشور، احنا ارباحنا ما تجي اخر كل شهر، لا احنا غير، احنا تجي ارباحنا اخر كل اسبوع. لازم ارباب لازم. زين اسمع كشور، وسع المستشار وسع. تفضل. خلاص احنا من باكر ان شاء الله بنعمل لك توكيل وتفويض في الجهات المختصة والمسؤولة عن هذا الشيء، وبإمكانك أنت تتصرف في المكتب على راحتك. لكن ها كشور اسمع، ترى هذا المكتب أمانة، أمانة يا كشور. تعرف إيش الأمانة؟ أيوة أرباب أنا يعرف أمانة، لا توصي يا هريس. لكن يعني يا الهريس إيش لكن بعد؟ يعني شوف أرباب، من شان في شغل فاقد يمشي زين كشور، تراك بصراحة ذبحتنا. نعم التوكيل بنسوي لك إياه، إيش لك بعد؟ يعني أنا يقول يعني ورقة يريد ختم، يريد توقيع، يعني لازم أنت يكون موجود عشان وقت ما في يزيد. كيف أنا كيف؟ أنا يقول قول. شوف أرباب انت يجيب اوراق هذا كله ابيض ما في داخل غير توقيع مال انت بس، خليه عندي انا، اذا انا فريقي مشان يشيل ورقه من ارباب توقيع موجود عشان شغل ما في زين. ورق ابيض ساده. ايوه صح صح. طيب بنتناقش انا ثواني ها مستشاري. ايوه انا بصراحه خايف من هالرجاله، سالفة التوكيل وأنا ما مطمن، حاط يدي على قلبي بصراحة طمن، لكن هذه سالفة ورق توقيع على بياض هذه أنا خايف منها، متخوف بصراحة، ما مطمن، صدقني ما مطمن. يا أستاذي. أيوة مستشاري. المستشار مؤتمن. أي طبعا. ها وأنا بقول لك أعطيه بول وخانا نتخلص من هذا مأذن نروح بلادنا نرتاح هناك ولا آخر كل أسبوع هديك الأرباح، وإحنا مرتاحين هناك، لا نجي هنا ولا نقرب أبداً. بو يعطيني. شي رأيك أنا؟ وتوكل. أنت المسؤول. على رقبتي. على رقبتك. إحنا مثل التوكيل. مستشارك أنا. أي والله. خلاص. شي رأيك أنا؟ مستشاري وين عدتي؟ كشور. عدتي وين؟ أيوة. افتح. عني. طلع الورق الأبيض. عنك. الورق الأبيض اللي يقول عن سادة. كشور؟ أيوة. القلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتوا يا جماعة متحملين المسؤولية وعلى رقابكم وأنا وقع أنت بس. بسم الله الرحمن الرحيم. كشور تعال. شو كيف نسيت؟ أنا كاشور ولا أجرى على الله. هذه حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. هذه حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. اسلك دروب الخير بتسير دربك بالسهل، والشر عمره ما يدوم طال حبله أو قصر، طال حبله أو قصر.
وانت يا ابن آدم تختار تختار بين الدربين. ربك عطاك العقل والسمع والعينين، هادي الحياة. ما عيب نسعى ونجتهد وما عيب نغلط أو نعيد، بس عيب لما نعتمد ويكون أمرنا للبعيد. ما عيب نبدأ من الصفر بالصبر يكبر كل صغير، من عود كان أصل الشجر وبالعزم كل طاير يطير. واحنا يا ابن آدم نختار نختار بين الدربين، ربك عطانا العقل والسمع والعينين،